الجمعيات والمؤسسات العمومية والخاصة اللي تشغل عادة 100 شخص فما فوق، أنه تخصص نسبة لا تقل عن 2% من مراكز العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تسند لهم بالأولوية تطبيقا لأحكام الفصل 30 من القانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ 16 مايو 2016. أيضا القانون هذايا حتى أنه في صورة تعذر التشغيل المباشر للأشخاص هذوما الأشخاص ذوي الإعاقة على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة أنه تطبق إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه تعمل ببدائل التشغيل المباشر المشار إليها بفصل 31 من قانون التوجيه والوزارة أكدت أنه ستتابع مدى تطبيق هذه التدابير والإجراءات المتخذة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الشغل. شنو موقف المنظمة الوطنية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة وكيف تقبلت هذا القرار؟ يحضر معنا في المباشر رئيس المنظمة سيوسري المزاتي. مرحبا سيوسري، صباح النور. مرحبا مدام هدى، مرحبا بجميع مستمعين ديوان افان. شكرا لك. فمشكله كبيره في التشغيل نتاع الناس اللي يحملوا اعاقه، يقول لك ما قبلتنيش المؤسسه الفلانيه، ما لقيتش مورد عمل رغم اني متخرج احيانا وعندي الشهاده نتاعي وعندي الكفاءه اني نخدم وغيره، لكن مانيش قاعد نحصل على مركز عمل نخدم فيه. اليوم القرار هذا باهي مش باهي؟ في حاجه باهي وحاجه مش باهي، كيفاش تقبلتوه كمنظمة؟ والله نحن كمنظمة في إطار نقول لك عمل تشاركي متواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة مع سيد وزير الحاجة في ملك الزايد، معنا العمل بالحق قاعد يتقدم اليوم لأول مرة نشوف بلاغة بالحق نفهمه اللي هو معناها بالحق يطالب بتطبيق قانون 2%. نحن الإشكال نتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس هو تطبيق القوانين. القوانين موجودة. انت كنت تقرا قبيله مدام هدى اللي هذايا القانون منذ تاريخ 2016 منقح ل 2023. المشكل مش في التشريعات في تونس، في التطبيق. فوالا التطبيق لاول مره نشوف بلاغ بالحق معناها يحمل المسؤوليه للجميع انه يلزمها تطبق وانه سيكون معناها المراقبه، وهذا هو دور المؤسسات. هذه دور ما كانت سلطه القرار وماهيش عن وزاره الشؤون الاجتماعيه بركة، يلزم السلطات معناها حتى الوزارات الاخرى يلزمها داخل الموارد البشرية نتاعها المنشورة أو المرسوم هذايا ولا القانون هذايا موجود باش هي تطبقه. إذا اليوم عندي مناظرة في القريب اللي هي تم دعوتها مثلا في مركز البريد، يلزم لهنا أخذ الاعتبار 2%. إذا عندي مناظرات مثلا في النواب اللي تم انتدابهم كل سنة، يلزم تطبيق 2% داخل وزارة التربية. إذا عندنا مثلا في النقل باش يكون ثم انتداب، يلزم تطبيق 2%. هذايا نشوفه حتى في إسناد الرخص، يلزم تطبيق 2%. هذه نفس الكلمه اللي نقولها، نرجع تطبيق، مانيش طالبين ارجوكم ادماجنا ولا اعطائنا والا طبق القانون، مش منا ولا عطيه، ولا طبق القانون. انت كان انت ماكش قادر باش تطبقه تلغي. باش فينا لهنا نولي نقول لك يا عايشك راني حاله من ذوي الاعاقه حاول تدمجني. اما انا عندي قانون مشرع، علاش لهنا انت تتغافل عليه كمسؤول او كمدير تشرف على الانتدابات؟ علاش تتغافل على القانون هذايا؟ معناها تقرا معناها تحط الكريتير الكل نتاع الانتداب في الوظيفه العموميه او حتى في المؤسسه الخاصه وتتغافل على القانون هذايا. بعد التذكير هذايا معناتها تعتقد انه سيتم تطبيق القانون؟ وزاره واضحه في الموضوع، قلت لك سنتابع مدى التطبيق، معناها سنصل. هذايا دورنا نحن كمجتمع مدني، دور الوزاره، دور الاعلام اللي نحييكم من المنبر هذايا، كي نحن ناخذ البلاغه هذايا ونوعيوها للمستمعين نجموا يكونوا حتى مسؤولين على الانتدابات ولا اصحاب مؤسسات ينتبهوا اللي ثم قانون وراو قانون معناها فيها عقوبات زاد، يلزم راهو نحطوا اللي فيها عقوبات راهو زاد اللي ما يطبقش القانون هذا راهو فما عقوبات راهو اللي هي زاد ماهيش قاعده تدفع لاي شخص معناها اي مؤسسه ما تنتدبش في المناظرات نتاعها. اذا تفتح سنويا زاد معناها واحد على 50 يكون ان بيرسون اون ديكابي، واذا فوق ال 100 لا يقل على 2. لهنا القانون شو يقول؟ انه المؤسسه تعاقب بدو تيير من الاجر الأدنى ترجع للصندوق
الوطني الضمير الاجتماعي. اذا انت يعني حتى المؤسسات لاقل من 100 شخص معنيه بالموضوع. اذا بالطبيعه اذا حتى اقل من 50 يكون عندها شخص. اها. معناها راهو لهنا المشكله في التطبيق، لانه نحن كما نرجع نقول نحن مواطنين. عندنا حق باش نشاركوا في الحياه السياسيه، عندنا حق باش نكونوا موجودين في التعليم كتلامذه من ذوي الاعاقه يقراوا، عندنا الحق باش نكونوا موجودين في دوره اقتصاديه، فمن حقنا اليوم باش نكونوا زاد داخل المؤسسات، لانه عديد الاشخاص ذوي الاعاقه اصحاب تعليم عالي، شهادات تعليم عالي، اصحاب كفاءات. واللي يحزنني نقولها ان السنوات الاخيره قاعده تنتفع بالكفاءات ذوي الاعاقه هي البلدان العظمى اللي قاعده تنتدب فيهم، ومعناها تستغل نقول في الكفاءات من ذوي الاعاقه التوانسه اللي يعملوا في برامج ويعملوا في استراتيجيات ويخدموا في مؤسسات اجنبيه في بلدان خارج. وهذايا انا بالحق نقول علاش كمواطنين توانسه ما ننفعوش بلادنا قبل ما ننفعوا بلدان اخرى. ونستغلوا كل كفاءه عندنا في البلاد سواء كان ذوي اعاقه ولا مش من ذوي الاعاقه، في الاخر ما نغزروش اسكو هو عنده اعاقه ولا ما عندوش، كفاءه كفاءه في الاخر. ولا مدام هذه نقولها بكل صدق. تعرف من بعد الكوفيد انه هي التكنولوجيا الحديثه والرقميه هي معناها اولويه الاعمال واولويه الوظائف اللي قاعده معناها توا تترقد صوره السوق، معناها التشغيل. تعرف اللي معناها توا الوظائف تنجم تخدم حتى من المنزل بتاعك، معناها عن بعد ما تكون داخل عن بعد. وهذوما الاشخاص ذوي الاعاقه بحكم انهم هما التقنيات التكنولوجيه قاعده تتطور، اي شخص ذوي الاعاقه مهما كانت الاعاقه نتاعو ينجم يستعمل الحاسوب على حسب الاليات التيسيريه الموجوده نتاعو. فلهنا رانا نجموا نكونوا بالحق جزء في بناء دوره اقتصاديه، نجموا نكونوا عندنا حق باش نكونوا موجودين داخل المؤسسات العموميه والخاصه. زاد نقول في اطار تطبيق القانون ما نحبكش تخزرونا كوضعيه اجتماعيه او كحاله معناها نتاع احسان او كحاله معناها باش تعاونني. لا ما تعاونيش، خليني نخدم على روحي ونبين كفاءتي. المناظره كيف كيف الناس الكل، واذا انا كفاءه باش نفيد البلاد يا خويا نكون موجود في بناء دوله كما نقولوا نحن متطوره وديمقراطيه. شكرا ويفضلك ويعطيك الصحه سيد يسري المزاتي رئيس المنظمه الوطنيه للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقه. شكرا لك. كنا نحكيو على القانون الجديد الذي يجبر المؤسسات العموميه والخاصه على تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه. شكرا لكل الفريق، شكرا ايمن المسعودي، ايمان الغريبي، اجمل تحيات هيفا بن يوسف ودلو الغمي. تقول لكم شهيه طيبه، الاخبار مع اميره مع بهيره ثم